أهلا فيكم حبايبي برج القوس، راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من بداية الشهر أو من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر. القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس، يعني ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك إذا أنت عم تتابع لبرج القوس كروس واتشنج، يعني أو عم تتفرج على برج القوس، ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تشابه طاقتك. طبعا مثل دائما خذ من القراءة الإشي اللي بتحس إنه بيفيدك، لأنه القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع، فخذ من القراءة الشي اللي بيفيدك. ممكن يكون في رسالة، مسج، إشي معين بيفيدك، واترك الأشياء الباقية. ما تحاول إنه تخلي القراءة تنطبق عليك 100%، لأنه مستحيل، هاي possibilities وتوقعات بالآخر. أوكي حبايبي برج القوس، راح نبلش بطاقتك أول، بعدين راح نشوف طاقة الحبيب، طاقة الشريك، خطواتك في المستقبل، خطواته أيضا هو في المستقبل، وشو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم أو مصير التواصل بينكم وبشو راح ينتهي يعني. وإذا في إشي بدنا نوضحه بالقراءة رح نسحب كروت توضيحية لحتى نوضحه. طيب نبلش بكروت النصيحة أول لبرج القوس. برج القوس عم شوف إنه أنت حالياً عم تجهد حالك، ممكن بالوضع العملي أو بالوضع المادي، أو في عندك إشي عم يجهدك أو عم يتعبك وعم يأثر أيضا على جسدك. الوضع عم يأثر عليك من الناحية العقلية وأيضا من الناحية الجسدية. فكرة النصيحة بتحكي لك rest and relaxation is essential. أنت بتحتاج حاليا إلى وقت مستقطع، وقت للراحة، slow down. أيضا يحكي لك انتظر أو خلي الأمور تيجي مثل ما تيجي، pause and allow things to unfold. خليك في وضع تراقب الوضع حاليا، أو تراقب حتى الحبيب حاليا أو الشريك. اسمح للوضع إنه شوي شوي ينفتح بينكم، أو شوي شوي تكتشف أشياء عن العلاقة، أو مبين إنه أنت متسرع حاليا أو بدك إشي بسرعة حاليا، يعني بدك هلأ هلأ. في شخص بحياتك أو في إشي بحياتك معين عم يجهدك عقليا، وأنت بدك يا بدك instant gratification، بدك تحقق هلأ. بس كروت النصيحة بتنصحك إنه يعني تتمهل، تستنى، لأنه في بداية جديدة راح تيجي عندك. A new beginning with three of emotions أو three of cups. حاليا أنت راح تمر ببداية جديدة، ممكن يكون أيضا مع شخص عم تفكر فيه، ولكن في بداية جديدة راح تصير بينك وبين هالشخص، في رحلة جديدة راح تمر فيها. وإذا أنت خايف من العلاقة بينكم، أو خايف من الارتباط مع الشخص، أو خايف منه إنه الأمور تكون بينكم جدية، عم شوف إنه بيحكي لك هون في حماية إلهية لإلك أو معك.
يعني الكون عم يحميك، الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حاليا. والوضع بينكم مش رح يكون، عم شوف تري اوف ايموشنز، يعني في عم رح يكون في بينكم احتفالات، رح يكون في بينكم حتى نوع من الصداقة، لأنه تري اوف كابس بتحكي عن فان تايمز أو أوقات مرحة. ففي بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي أكتر من ما هو جدي، يعني في عندك بداية جديدة رح تصير، رح تكون مليانة بالتفاؤل. فقط بدك تتمهل، برج القوس ما تتسرع باتخاذ القرارات. هذا كان بالنسبة لكروت النصيحة. بالنسبة لطاقتك أنت برج القوس، في حاليا عم تمر بتستينج اريا أو بفترة امتحانات أو اختبارات، سواء كان بشخصيتك، سواء كان بعلاقتك، سواء كان مع الحبيب. ممكن تكون أنت حاليا عرضة إلى temptations أيضا، أو حاليا أنت ممكن تكون عرضة إلى إغراءات الحياة. أيضا بدك تنتبه من العادات السيئة، يعني ممكن تكون أنت حاليا محوط بعادات سيئة، سواء كانت من lust أو شغف تجاه الشخص، أو أشياء يعني، أو علاقات جنسية، أو سواء كان من addictive behaviors يعني إدمان على مخدرات أو إشي مثل هيك. بدك تنتبه من أي temptations أو أي إغراءات، لأنه أنت حاليا عم شوفك بمطرح محطوط فيها. إلى أنه إذا مش هيك الوضع بالنسبة لإلك، في شخص بحياتك حاليا أنت منجذب جسديا لإله بطريقة كتير عالية، عم تحس إنك مربوط فيه روحانيا، عم تحس إنكم مقيدين أو مربوطين ببعض. ولكن عم شوفك في نقطة أو في وضع صارم أو في قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه، يعني في نقطة عندك هون، في عندك الستيك هاي وعندك السيف هون، يعني أنت ماسكهم مش مستعد تتنازل عن قرار أو عن اختيار أنت اخترته. عم تعامل الوضع بطريقة كتير قاسية أو كتير منطقية، برغم المشاعر اللي أنت عم تحس فيها، عم شوفك إلى إنه عم تتخذ الطريق العقلاني، أو عم تتخذ طريق تحليل الأمور أكتر مما إنه تعتمد على عواطفك. بالنسبة للحبيب أو الشريك اللي عم تتعامل معه، عم يحس إنه انظلم، لأنه في عندك كون جاستس، فهالشخص بده بالعلاقة يكون في توازن بالأخذ والعطاء، وهو بيحس إنه للبعض منكم اللي منفصلين، هو بيحس إنه ما كان في توازن بالأخذ والعطاء بالعلاقة، هو اللي كان بيعطي أكتر بالعلاقة، بيحس هيك. فهو حاليا بفترة راحة أو وقت مستقطع عم يحاول يستشفي فيه. عم شوف أيضا إنه هو ممكن يكون أكبر منك بالسن، في بينكم فرق بالسن، ممكن يكون هو أكبر منك بالسن، أو ممكن أنت بتحس إنك ممكن تعتمد على هالشخص أيضا، بمعنى إنه بتحترم قراراته أو بتحترم آراءه، أو هالشخص أثبت لك إنه هو متوازن بأخذ القرارات أو بيحلل أيضا القرارات بطريقة منطقية. فهو حاليا عم يشوف إنه انظلم بالعلاقة وعم يحاول يستشفي. بالنسبة لخطواتك أنت بالمستقبل، عم شوفك
في عندك أمنية ممكن بدي أحكي على الأبراج اللي عم تتعامل معها، لأنه دائما بنسى الأبراج، بركز على الطاقة أكثر من الأبراج. الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن تتعامل مع برج الميزان، أبراج هوائية، أيضا في عندك برج الجوزاء، والغالبية أبراج هوائية، أبراج مائية، بس بتوقع هوائية لأنه الميزان هوائي، الجوزاء هوائي، فبتوقع البرج اللي عم تتعامل معه يكون هوائي أو في كتير طاقة هوائية عنده بالخارطة الفلكية. بالنسبة لخطواتك بالمستقبل، أنت عم تشوف هالشخص عم تعتبره سول ميت أو عم تعتبره رفيق درب. أيضا بالمستقبل برج القوس راح تنحط بمطرح إنه بدك تختار بين شيئين أو بين شخصين، لأنه the lovers بيحكي على soulmate ولكن أيضا بيحكي عن اتخاذ قرار بين شخصين أو بين شيئين، مثل two of pentacles الجوجلر. فهالكرت بيشبهه إنه بالمستقبل راح تنحط بمطرح إنه لازم تختار بين شيئين أو بين شخصين، وإنت ممكن عم تتهرب من اتخاذ هالقرار حاليا، أو عم تحاول تبعد عن هالطاقة، عن هالإنرجي، ما بدك تختار قرار حاليا. ولكن عم شوفك عم تبعد عن إشي معين، أو بالمستقبل في نوع من الوش فولفيلمنت. أنت أوبتيمستيك، عم شوفك أنت متفائل أكتر بالوضع لأنه عندك ذا سان كارد. طاقة ذا سان كارد بتشبه طاقة برج القوس كتير، لأنه برج القوس دائما متفائل سريع، إذا صار أي إشي بسرعة 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 بتتعافى منه. ف طاقتك بالمستقبل عم شوف انه انت يعني بدك تاخذ، صعب عليك انك تاخذ قرار لانك بدك الامور تضل كتير عفوية، ما بدك الامور تكون جدية، وانك تاخذ قرار بين شخصين او بين شيئين يجي يعني كتير جدي، بده بيحتاج طاقة كتير صارمة منك. عم شوفك لكن بدك تروح في طريق wish fulfillment أو أمنية بدك تحققها. ممكن أيضا عم تتجاهل مشاعرك أنت، ممكن بالمستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق أكتر من المشاعر، يعني رح تبعد عن عرض حب أو عن شخص اعتبرته أمنية بحياتك أو كان بدك توصل له، ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لأنه بتحس إنه صعب، أو صار في بينكم بلوك، أو صار في بينكم عائق كبير مش عارف أنت تحله. هلا بالنسبة لطاقة الحبيب أو الشريك بالمستقبل، عم شوف هو عنده empathy، عنده تفهم أكتر للوضع، ولكن هالشخص ما بيحب يخسر، بمعنى انت عم تتعامل مع شخص عنيد وبده العدالة. ممكن هالشخص بده اعتذار منك ايضا، لانه عندك Five of Swords، فهالشخص متمسك برأيه ومش رح يتنازل. عم يشوفه هون ما بده يتنازل عن رأيه، لانه عم يحس انه أساسا من البداية انظلم بإشي معين، أو أنت ظلمته، أو العلاقة بينكم ظلمته عاطفيا، فهو بيحس إنه بده نوع من الاعتذار، أو بده عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة. أيضا هالشخص يعني عم يركز على الحكي اللي عم تحكيه معه، على أي إشي، أي كلمة بتحكيها الشخص بيحللها كتير، بيفكر فيها كتير وبيدرسها كتير.
طيب بدنا نشوف انت هل ابتعدت عن هالشخص يعني، او بالمستقبل هل راح تقرر انك تبعد عن هالشخص فعلا، او هل انت في طريقك الى هالشخص؟ يعني كيف الكون مرتب لك الامور؟ بدنا نشوف اول اشي. طيب همشوفك انت بدك وقت مستقطع، همشوفك بدك فترة هدنة مع هالشخص. في همشوفك بالفعل يعني بالمستقبل طاقتك، لأنه هون بيحكي لك slow down. بكرة النصيحة بالبداية بس حكينا كان فيها slow down، بدك تتمهل قبل ما تاخد قرار. ف انت بالفعل بدك تتمهل لتاخد قرار، لانه عندك four of swords هون، فترة انت وهو بنفس الطاقة اذا بتركز، نفس الكرت اجاكم، بس هو حاليا بهالطاقة، يعني هو حاليا عم يستشفي بهالطاقة. انت ممكن تكون مشغول باشياء حاليا بحياتك، ولكن في المستقبل انت اللي طاقتك رح تكون نفس طاقته حاليا، يعني انت اللي رح تستشفي، او بدك وقت مستقطع. طيب بدنا نشوف يعني مبين انه انت بدك بريك من الوضع. بدنا نشوف الحبيب هل ناوي يقوم بخطوة أو بالتواصل تجاهك، أو شو هو العائق بينكم؟ يعني بدنا نوضح طاقته بالمستقبل أكثر بشكل عام. فهالشخص بده تواصل معك، عم شوف، وبده بدايات جديدة معك، ولكن عم شوف انه البدايات الجديدة اللي هالشخص بده اياها بده تكون ملموسة. يعني هالشخص عم شوفه ما بيحب الحكي، او بده الاشياء تكون منصفة، يعني العلاقة بده اياها تكون جدية بينكم. عم شوف ايضا هو عم يحس بمنافسة كتير، ممكن انت تكون برج القوس محوط أو حواليك أشخاص كتير، أصدقاء كتير، وهالشخص عم يحس إنه في منافسة بينه بين الأشخاص الأخرى، مشان هيك هو سحب حاله من العلاقة. عم شوف هون أو عم يحاول يبعد، لأنه هالطاقة مش كتير بتعجبه. أيضا بيشوف إنه الحكي دائما بينكم، لأنه هاي ورقة تواصل، ورقة كوميونيكيشن، فالحكي دائما بيشوف بينكم. كل ما بيصير في بداية جديدة بيصير في بينكم تاتش كونفليكت، مشاكل، نزاع بالحكي، مخاصمات، مجادلات بالحكي. ف بيشوفك هالشخص متهور بالحكي، أو سريع بالحكي، أو ما بتفكر كتير، أو ما بتفلتر الحكي كتير قبل ما بتحكي. وأنت يعني برج ناري، اللي بقلبك على لسانك بتحكيه على طول، بما إنه هو مبين إنه برج هوائي فبيحب يحسب كل إشي قبل ما بيحكي فيه. ف عم شوف إنه أنتوا الاتنين روحانيا كتير متواصلين مع بعض. ممكن ما يصير في بينكم حكي بالفترة القادمة، إلى إنه عم شوفكم عم تستشفوا، وهالشخص عم يحس إنه انظلم معك، أو هو كان كتير جدي بالعلاقة وإنت كنت عفوي مثلا، لأنه مبين إنه في أوراق مختلفة بينكم، أوراقك أصغر من أوراقه. ف
هالشخص أيضا عنده تخوف من أنه يقوم بأي خطوة أو يصير في بينكم أي تواصل، لأنه دائما كل بداية جديدة بيصير فيها كونفليكت وبيصير فيها تاتش بالتواصل. فأنتوا في عندكم عدم تفاهم، عم شوف في عندكم عدم تفاهم كتير كبير، فبيحتاج إلى مرونة من برج القوس. بيحتاج منك إنك تكون مرن وتفهم هالشخص جاي من وين، يعني مش فقط أي إشي بتحسه بتحكيه على طول، يعني ممكن إشياء أنت ما تفكر فيها ولكن ممكن تجرح الطرف الآخر أو تحسس منها الطرف الآخر. وعم شوف الطرف الآخر بيحتاج إنه يكون منفتح أكتر بدل من طاقة الهدوء أو عدم الحكي، بده يعبر أكتر. فعم شوف إنه بالمستقبل أفضل إشي العلاقة الطاقة المشتركة بينكم، أفضل إشي اللي ممكن تساووه حاليا في المستقبل إنه تركزوا كتير على تواصل، بدك تركز كتير على التواصل مع هالشخص، تنتبه على نوعية الحديث أو الحكي اللي بتحكيها مع هالشخص، لأنه الكونفليكت بينكم أو النزاع بينكم أو الأمور الصعبة بينكم، لأنه في عندكم كتير عدم تفاهم من ناحية الحديث أو من ناحية الحكي. ايموشنلي عاطفيا كتير قريبين من بعض، روحانيا كتير متصلين ببعض، بس عقليا بالحكي بالتفاهم العقلي كتير في بينكم كلاش، صدام، تصادم، في كتير بينكم تصادم. فأفضل حل بالمستقبل إذا صار بينك وبين هالشخص لقاء أو حديث، لأنه مبين أنه أنت بدك معه بداية جديدة وهو أيضا بده بداية جديدة، ولكن دائما بتنتهي بنزاع أو بكونفليكت، فهو خايف أنه يتخذ قرار. فالأفضل إنه فقط تنتبهوا على طريقة الحديث مع هالشخص. أوكي حبايبي برج القوس، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله راح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم.